فيك. عرفنا بحضرتك. انا اسمي عبد الرحيم من قضاء جبل الدالي. ميت اهلا وسهلا. نحن مبادره باع الحكمه، مبادره شبابيه بتدعم اي موهبه موجوده بوطننا سوريا. بنشجع الشباب، بنشجع اي موهبه موجوده. اللي لفتنا اليوم آلي غريبه للعزف مكونه من اشياء بسيطه، فينا نتعرف عليها؟ تكرم علينا. هذه مشط. مشط شعر عادي يعني. مشط نسائي. هذا كيس خبز حصرين، بده كيس خبز حلو ناعم. حلو. شو بالعزف اللي بيطلع من خلال هذا ال... هذا بيطلع فينا نعزف على مثل اورك. حلو. ومثل عود وبطلع اي غني يعني بلحنها نظامي. حلو كتير. وهذول الموجودين هون هذه نايات. حلو. نايات قصب مشان نطور العالم، والعالم بدل ابدا تسمع موسيقى رحنا نسمعها بالسوق. حلو. انت ما بتعزف باماكن، بتعزف بالشارع بين بالشارع. الناس. ايوه مشان العالم. وبتبيع نايات كمان. بتبيع نايات. حلو. بتعلم الناس العزف اذا رب قدها. حلو حلو كتير. هلا دائما نحن بنقول بسوريا في مواهب شبابيه كتير بس ما عم يتسلط الضوء عليها. صح مزبوط. فحابين نسمع شيء من هالآلة الغريبه ونعرف الناس على حضرتك. فكره شو حابب تسمعنا؟ هلا سمعك النش العربي السوري. حلو حلو. شارك تفضل. كثير 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 حلو. هلا النشيد.